زي ما احنا عارفين ان مصر من اغنى الدول اللي فيها طاقة شمسية تحديدا وموجودة طول ايام السنة، عشان كده فيه اهتمام كبير جدا بملف الطاقة الجديدة والمتجددة، ويمكن ده هو محور اجتماعات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالامس، لان السيد الرئيس استقبل امبارح اندرو فورست رئيس شركة FFI الاسترالية للطاقة، وخلال اللقاء تم متابعة التعاون ما بين الشركة الاسترالية وقطاع الكهرباء في مصر في مجال انتاج الهيدروجين الاخضر والأمونيا الخضراء، ووجه سيادته بتقديم كل التسهيلات اللازمة لإسراع عملية تنفيذ المشروعات المشتركة الخاصة بالطاقة الخضراء، وكمان الاستفادة من الخبرات المتطورة للشركات الأسترالية في هذا المجال. كمان سيادة الرئيس امبارح استقبل رئيس التنفيذي لشركة سكاتكا النرويجية لتوليد الطاقة الجديدة والمتجددة، وتناول اللقاء التعاون مع شركة سكاتك في إقامة مشروع لإنتاج طاقة كهربائية بمقدار 3 جيجا وات من طاقة الرياح، وده في إطار الاستراتيجية الوطنية لتوليد الطاقة النظيفة. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد تارييب بالسكوغ الرئيس التنفيذي لشركة سكاتكا النرويجية لتوليد الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى جانب السفيرة هيلدا كيلمتسدال السفيرة النرويجية بالقاهرة، والسيد محمد عامر المدير العام الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشركة سكاتكا. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول التباحث حول التعاون مع شركة سكاتك النرويجية بشأن مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وإقامة مشروع لإنتاج طاقة كهربائية بمقدار 3 جيجا وات من طاقة الرياح، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية لتوليد الطاقة النظيفة. وقد أكد السيد الرئيس اهتمام مصر بالتعاون مع الجانب النرويجي نظرا للخبرة العريضة التي يتمتع بها في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة في ظل توافر الإرادة السياسية والتنفيذية، حيث يحظى قطاع الطاقة الخضراء بدعم غير مسبوق من الدولة كأحد أهم أولوياتها، استغلالا لثروات مصر من مصادر الطاقة المتجددة من رياح وشمس. من جانبه أعرب رئيس شركة سكاتكا عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس، مشيرا إلى الاهتمام البالغ الذي توليه الشركة النرويجية للتعاون مع مصر في مجال الطاقة النظيفة، لا سيما في ضوء الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر للقمة العالمية للمناخ شهر نوفمبر القادم، بالإضافة إلى الثراء الذي تتمتع به مصر في مصادر الطاقة المتجددة من الرياح والشمس، وهو ما يؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتج الطاقة المتجددة في العالم، بما يعزز فرص الاستثمار الواعدة في هذا المجال. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد أندرو فورست رئيس شركة FFI الأسترالية للطاقة، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إلى جانب السيد معتز قنديل المدير العام الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للشركة. الاجتماع تناول متابعة التعاون بين الشركة الأسترالية وقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، بما فيها مشروع إنتاج طاقة كهربائية بمقدار 9.2 جيجا وات من الطاقة الجديدة والمتجددة، وتوطين الصناعات ذات الصلة بتوليد الكهرباء من الشمس والرياح كالألواح الشمسية وتوربينات الهواء. وقد وجه السيد الرئيس بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لإسراع عملية تنفيذ المشروعات المشتركة الخاصة بالطاقة الخضراء والاستفادة من الخبرات المتطورة للشركات الأسترالية في هذا المجال، وذلك في ظل الاهتمام الذي توليه مصر لمواكبة التوجه العالمي بنشر استخدامات الطاقة المتجددة، وفي إطار الاستراتيجية الوطنية التي تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهرباء، والتي تأتي في إطار حرص الدولة على تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية.
من جانبه أعرب رئيس شركة FFI الأسترالية عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس، مثمنا القدرات الكبيرة والموارد الكامنة التي يمتلكها قطاع الطاقة المتجددة في مصر، التي تؤهلها لأن تكون أحد المراكز العالمية لإنتاج الطاقة الخضراء، ومؤكدا حرص الشركة الأسترالية على التعاون مع مصر في هذا المجال، إلى جانب الاستفادة من إنتاج الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة النظيفة. كمان امبارح كان في أخبار كتيرة حصلت في حياة الأمر في محافظات الجمهورية المختلفة، ولكن أهم هذه الأخبار هو جولة دولة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لمدينة شرم الشيخ وتفقده لعدد من المشروعات الخضراء ومنظومة الحلول الرقمية، وده في إطار طبعا الاستعدادات اللي بتتم حاليا لاستضافة مصر لقمة المناخ كوب 27 في نوفمبر اللي جاي. كمان لقاء رئيس الوزراء يعني ده كان فيه أو بيتخلله كلمة في انطلاق فعاليات اجتماع رؤساء المحاكم الدستورية الإفريقية. تعالوا نشوف هذا التقرير. أخبار وأحداث كتيرة حصلت امبارح، أبرزها الزيارة اللي أجراها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لمدينة شرم الشيخ برفقة عدد من الوزراء، مع تفقد عدد من الأوتوبيسات والمشروعات الخضراء ضمن الاستعدادات لمؤتمر تغير المناخ كوب 27. كمان تفقد الدكتور مصطفى مدبولي امبارح مشروع تطبيقات منظومة الحلول الرقمية الذكية، واللي بتشمل التاكسي الذكي والمواقف الذكية ومنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني المؤمن وكارت السائح الذكي. خلال جولته امبارح تفقد رئيس الوزراء مشروع تطبيقات الهوية البصرية بمطار شرم الشيخ في إطار الاستعدادات اللي بتتم حالياً لاستضافة قمة المناخ المقرر انعقادها في نوفمبر اللي جاي. امبارح برضه تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء موقع المنطقة الخضراء المقرر إقامتها بحديقة السلام خلال قمة المناخ، وكمان المنطقة الزرقاء اللي هتتولى إدارتها سكرتارية الأمم المتحدة خلال فعاليات القمة، ده غير تفقده لمقر انعقاد الدورة 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. برضه امبارح ألقى رئيس مجلس الوزراء كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع القاهرة رفيع المستوى السادس لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية، وقال مدبولي إن الاجتماع بيستهدف مد جسور التعاون بين المؤسسات الدستورية العليا في إفريقيا وتحقيق المستوى الأعلى لطموحات شعوبنا الإفريقية في الحرية والعدالة والمساواة وحماية حقوق الإنسان. طبعا في زيارات مستمره لشرم الشيخ، وده عشان الاستعدادات اللي شرم الشيخ بتستعد ليها الكوب 27 في اطار تحويل شرم الشيخ لمدينه خضراء. في تضافر كبير قوي بنشوفه ما بين الوزارات، ما بين وزاره البيئه ووزاره الاسكان وغيرها من الوزارات. وفي الحقيقه انا شخصيا كنت في شرم الشيخ من قريب وشفت اعمال التطوير اللي بتحصل حتى في الطرق والمحاور في شرم الشيخ. ففي الحقيقه احنا مصر بتقوم باعمال مهمه جدا على قدم من وساق استعدادا لكوب 27، وكمان تحويل مشروعات كتيره في شرم الشيخ. في مشروع اسمه مصر القديمه، وده هيكون طفره في عالم او في مجال السياحه بشكل عام، وكمان هيكون عامل جذب للسياح من جميع الجنسيات. مش بس كده يا بسنت، لكن مش بنى تحتيه بس بتحصل، لان في الحقيقه مصر بتسير في عدد من المسارات والاتجاهات اللي بتمشي فيها بالتوازي مع بعض. يمكن انا شخصيا شايف أهم الأحداث اللي بتمهد الطريق لكوب 27 تحديدا أو اتفاقية الأمم المتحدة للأطراف الخاصة بتغير المناخ، شايف إن كان المؤتمر اللي كنا بصدده من يومين، وكان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاحه، وهو مؤتمر مصر الدولي والتمويل الإنمائي، لأن أنا شايف إن المؤتمر ده هو خطوة حقيقية علشان نقدر ان احنا نحط كل دول العالم. احنا بنتكلم على 27 دوله تقريبا كانوا موجودين في اتفاقيه باريس، اللي التزم منهم بمخرجات هذه الاتفاقيه، اتفاقيه باريس للتغيرات المناخيه، كان 7 دول فقط. فين باقي ال20 دوله؟ فمصر حطت يعني كل الدول المتضرره، هنا بنتكلم افريقيا تحديدا والشركاء اللي كانوا موجودين في هذا المنتدى او هذا المؤتمر، علشان تقول
دي الدول المتضررة، دي الدول الحقيقية، وهي كلها دول إفريقية بالمناسبة، لأن زي ما احنا عارفين أن إفريقيا هي الأقل يعني انبعاثا للكربون والأكثر تضررا من التغيرات المناخية. وأعلنت عن برنامج، وهو برنامج نوفي، اللي قالت فيه دي الفرص الاستثمارية الحقيقية المتاحة للمشروعات صديقة البيئة اللي نقدر اللي احنا نستثمر فيها علشان نحقق 1.5 درجة في الانخفاض الخاصة بمعدلات المناخ تحديدا. يعني في شرم الشيخ اللي بيحصل بقى في جولة دولة رئيس الوزراء، هنا بقى في شغل بيحصل على الأرض عشان نقدر نقول اللي احنا كدولة يعني فعلا مش مجرد كلام هنستضيف مؤتمر زي ما حصل في دول أخرى وخرجنا مخرجات وما التزمناش بها، لا احنا نفسنا التزمنا من قبل خروج توصيات المؤتمر. احنا نفسنا حولنا مدينة شرم الشيخ لمدينة صديقة للبيئة، مدينة بلا انبعاثات كربونية. وهنا بنتكلم على محطات وقود خاصة به، سواء كانت وقود غاز طبيعي أو شحن كهربائي، تحويل كافة السيارات اللي موجودة في شرم الشيخ إلى سيارات صديقة للبيئة بتعمل بالكهرباء وبالغاز الطبيعي، رفع كفاءة عدد من الطرق وأيضا الكباري، وفكرة الإنارة نفسها تحولت إلى إنارة بتعمل بالطاقة الجديدة والمتجددة. مش بس كده، تم إنشاء مبنى المدينة الذكي اللي بيعمل بالتكنولوجيا يعني المتطورة. في أحداث كتيرة جدا وفي تغيرات كتيرة جدا بتحصل في شرم الشيخ، وأي حد هيروح هيشوف ده. خلينا بس مش نقول كده بس، أنت قالت إن في تضافر من كل الوزارات وكل الجهات. وزارة أيضا الصحة يمكن أعلنت عن وجود السكوتر الكهربائي المسعف، ده هيكون برضو من ضمن الحاجات اللي موجودة في شرم الشيخ، وبدأ فعلا يعني تطبيقه وتواجده. يعني هو مرحلة استباقية أثناء وجود الحادث، بيطلع الاسكوتر عشان يسهل لي سرعة يعني المناورات في الطرق، ويقدر اللي هو يوصل للحالة بسرعة، وبيقول للإسعاف الوضع عنده إيه في الأرض، ويبتدي اللي هو يعالج. فعلا أنت بتغير كل حاجة موجودة في الأرض يا بسنت، يعني أنت بتحول المدينة إلى مدينة كاملة خضراء، بالتالي هتجذب استثمارات، هتجذب سياحة، هتغير من نمط حياة المواطنين اللي عايشين في شرم الشيخ. ده غير اللي أنت بالتغيرات اللي بتحصل دي أنت بتستهدف 10 مليون سائح فيما بعد ذلك. أنت بتتكلم على أن مصر تستقبل رؤساء من جميع دول العالم، ومش بس رؤساء، كمان زي ما أنت قلت الوكالات الإخبارية في جميع أنحاء العالم هتقوم بتغطية هذا المؤتمر، اللي في الحقيقة هو من أهم المؤتمرات على مر التاريخ، لأنه تغير المناخ من المشاكل أو من المواضيع الساخنة اللي بتحصل دلوقتي في مجتمعاتنا العالمية عامة، مش هنتكلم بس حتى في مصر. ففي الحقيقة هو مؤتمر من أهم المؤتمرات، ومصر بتعمل على قدم وساق للاستعداد لهذا المؤتمر، وفي الحقيقة إحنا قدها وقدود إن شاء الله. خلونا نروح لجولة تانية في بقية المحافظات المصرية، ومعنا النهاردة مجموعة من الأخبار والأحداث المهمة اللي حصلت امبارح في المحافظات، وأبرزها إنشاء منفذ جهاز لخدمة الخدمة الوطنية لبيع المواد الغذائية بأشمون في المنوفية، وتوقيع الكشف الطبي على 1824 مواطن ضمن حياة كريمة في أسوان، وتطوير منظومة قراءة عدادات المياه في دمياط، وأخبار تانية كتير هنعرفها في التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وموضوعات كتيرة، البداية من المنوفية اللي تابع فيها خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بدء أعمال الحفر الخاصة بإنشاء منفذ جهاز الخدمة الوطنية لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بمركز أشمون. المنفذ بيتم إنشاؤه على مساحة حوالي 220 متر بالتنسيق مع مسؤولي جهاز مشروعات الخدمة الوطنية. في أسوان أكد الدكتور إيهاب عماد حنفي وكيل وزارة الصحة بالمحافظة أنه تم إجراء الكشف الطبي على 1824 مواطن بقرية غرب سهيل بمركز أسوان وقرية البصالي بمركز كومومبو، مع تقديم مختلف الخدمات العلاجية للمواطنين في عدد من التخصصات مجاناً. في المنيا استقبل المحافظ اللواء أسامة القاضي الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وتم تفقد بعض المنشآت التعليمية والخدمية التابعة لجامعة المنيا زي مبنى كلية دار العلوم ومركز الاختبارات الإلكترونية ومستشفى المنيا الجامعي الجديد. في الفيوم تم تنظيم البطولة التنشيطية المفتوحة لكمال الأجسام لاختيار المنتخب اللي هيمثل المحافظة في بطولة الجمهورية اللي هتقام في محافظة الإسماعيلية يوم الخميس اللي جاي.
في الغربية، أعلن الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا إجراء وحدة مكافحة الفيروسات الكبدية وعلاج أورام الكبد بالمستشفى التعليمي للفحوصات اللازمة ل 18,600 حالة، وده في إطار مشاركة الجامعة في المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي. في البحيرة، قامت الوحدات المحلية بمراكز المحافظة بتنفيذ أعمال التشجير على الطرق الرئيسية والميادين العامة، وتم زراعة 7022 شجرة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لزراعة 100 مليون شجرة على جانبي ووسط المحاور والطرق اللي بيتم إنشائها. في المنوفية، تابع المحافظ اللواء إبراهيم أبو ليمون آخر مستجدات أعمال الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع لعام 2022، واللي انطلقت في 14 يوليو على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة. وخلال الحملة تم تحصين 283,479 رأس ماشية من الأبقار والجاموس والأغنام. في دمياط، أكد المهندس خالد جمال الدين أحمد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة بدء الإجراءات التنفيذية لتشغيل نظام آلية إصدار وطباعة فواتير فورية لدى عملاء الهاند هيلد، وده نظام بيعتمد على التكنولوجيا الحديثة في قراءة العدادات بطريقة إلكترونية تماشياً وتنفيذاً لرؤية الدولة المصرية والتطوير المستمر للخدمات المقدمة للمواطنين.